سؤال كمان، أهلي مش بيحبوني يا ساتر، وبيقارنوا بيني وبين أختي، وأنا بقيت أكره أختي وبغير منها. متهيألي زي ما قلنا في سؤال قبل كده، أنا متهيألي يعني إنه مفيش أهل مش بيحبوا أولادهم، بس يمكن مش بيعرفوا يعبروا عن الحب، أو لأنهم بيقارنوا بينك وبين أختك المتميزة في حاجات معينة، فما يصلك هو بالسالب إنه مش بيحبوني. طالما بيحبوا أختي بوضوح كده وأنا مش واضح قوي الحب بتاعهم، أو بيقولوا لي كلام فيه مقارنات وتجريحات وكده، يبقى مش بيحبوني. لا، أنا أستطيع يعني أن أجزم إن هم بيحبوكي، بس يمكن مش بيحبوا حاجات فيكي، مش بيحبوا طبع معين، مش بيحبوا عدم اهتمامك مثلا بمذاكرتك، أو مش بيحبوا صوتك إنه عالي وعصبية في البيت، أو مش بيحبوا إنك بتهملي في حاجات وما بتساعديش في حاجات زي ما أختك بتعمل. فهم مش بيحبوا بعض الصفات. لو عرفتي تسلكي وما تعمميش الحتت اللي هي مش مريحاهم فيكي وحاولتي تغيريها، أظن الموقف هيتغير خالص. إنما أكيد هم بيحبوا فيكي، بيحبوكي طبعا على بعضك بطريقتهم، بس عاوزينك تتغيري في حاجات. أما إنك تغيري من أختك، غيري في الحلو، غيري في الحلو، مش تغيري منها إنك تتمني لها الشر. يعني بالعكس، ده ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص. يعني دايما شعارنا يبقى أخويا الأول وأختي الأول، وأنا أرجع لورا، وهتلاقوا برضو ترجعوا لورا تلاقوا ربنا وراكوا. يعني فقدمي أختك وحبيها، وغيري الطباع اللي مخلياهم يبصولك على إنك مش محبوبة. برضو إضافة، افتكري لما أخوات يوسف غاروا من يوسف، عملوا حاجات وحشة قوي وندموا عليها العمر كله. يعني الغيرة خطية وحشة، فما تسيبهاش تملأ قلبك أبدا. أختك ذنبها إيه طيب إن هم بيشكروا فيها؟ خليكي صديقة أختك، يمكن هي كمان تدافع عنك، لكن ما تسيبيش الغيرة تملأ قلبك، لأن ده ممكن يخليكي لو كرهتي أختك أو غيرتي زيادة تتصرفي تصرفات تندم عليها العمر كله. إخوات يوسف لما حسدوه غاروا منه، كانوا هيموتوه، بعدين استحرموا يموتوه، باعوه، وفضلوا سنين مش قادرين يحطوا وشهم في وش ابوه. يعقوب بيبكي لغايه ما اتعمى على ابنه، وهما كدابين قالوا انه مات وهو ما ماتش. كل ده ابتدى بايه؟ بشويه غيره. فشوفوا الغيره وحشه ازاي؟ فحاسبوا من الخطيه دي. انما برضه نرجع تاني نقول، لما الواحد يكون بيصلي وقريب من ربنا وبيعترف وناجح في حياته، مش هيقع في حفره المقارنه والغيرة الزيادة. سؤال كمان بيقول، هناك دائما خلافات في البيت، عصبية وزعيق بين بابا وماما طول الوقت، ده بيخليني أدور على الحب بره، وأي ولد يعاملني كويس بأعجب بيه جدا. أنت معذورة في أنك جو البيت يبقى مش مريح، وده برضو من الأسئلة اللي هنبعتها للقاء بتاع الأباء والأمهات. واحنا دايما بنسأل الشباب والشابات، انت ما بتروح بيتك بتبقى حاسس فرحان داخل مرتاح؟ يعني الواحد يتعب بره ويرجع بيته بقى نفسه يلاقي فيه الحب والراحه وكده. فواضح ان انت تعبانه في جو البيت اللي ما فيش فيه تواصل ولا محبه ده. بس لازم تبقي اقوى من كده شويه. طالما شخصتي ان في هنا مشكله، احنا دايما نقول الكنيسه هي البيت البديل. انت عندك بيت ابوك الحقيقي، هنا تلاقي فيه الحب، الحب اللي بدون شروط خالص، والحب اللي بدون مقارنات، والحب المشبع اللي ما فيش فيه تغيير. إنما تدوري عليه بره، حطيتي نفسك ريشة في مهب الريح. عواطفك دي غالية قوي، ما تتسهليش فيها، خلي أسوارك عالية عشان ما حدش يخش يدوس عليكي بيها. لأن اللي دايما بتتجرح في أي علاقة عاطفية هي البنت أكتر، لأنها بتبقى مخلصة قوي في عواطفها. الولاد أنا بفتن لكم عليهم، يعني ممكن يدخل علاقة وبعد كده يطلع يتضايق له يومين ويشوف غيرها، وقصة كده ما يهمش. عند البنت الجرح بيبقى غائر جدا. فبتاع إيه، هنخش في قصص يعني كلها خطر، كلها خطر.
ولا تعود ولا تشبع كمان. خلي بالك عامل زي العطشان فلقى بحر ميه مالحه بيروح يشرب منه، يعني مش هترويك. لا، انت اجري بمشاكلك دي كلها على حضن الكنيسه هنا هوت، وعندك حضن الاب الجميل ربنا يسوع المسيح اللي حبه يعني غامرنا، اشبعي منه وارتوي بيه واشتكي له همك بتاع البيت وخليه يتدخل في البيت بصلواتك. انما اياك تحطي قدرك في ايد البشر بتاع اي حد يقول لي كلمه واي حد. القصه دي خطيره جدا. حكايه انه تعود ان البيت المتعب اي حد بعد كده يقول كلمه حلوه، كويس ان انت فاهمه نفسك يعني. وزي ما قال الدكتور فيكتور، ده اول العلاج، ان انت فاهمه انه ده تعويض، وتعويض مؤذي مش تعويض مفيد. وبالتالي الحل دوري على حب صادق بديل. وبعدين في عريس جاهز ومستني وبقاله سنين بيخبط، وربنا يسوع له المجد. فيعني ازاي بتطنشوا ربنا يسوع له المجد؟ ده هو ده العريس المثالي. لو كل بنت فيكم حست ان المسيح له المجد عريسها وفعلا بتحبه من كل قلبها، لا يمكن لما يجي مين يقول لها كلمه حلوه يلعب بمشاعرها، مش هتتحرك ابدا، لانها مشغوله. وربنا قال يا ابني اديني قلبك، يعني الكلام برضو للولاد. فكل ما كان الانسان مرتبط بربنا جامد، كل ما مشاعره كانت مستقره وهاديه. وتعبير الحلو اللي قاله دكتور فيكتور، اسواره عاليه محدش يقدر ينط، فيعيش في سلام لغايه ما ربنا يختار له الشريك المناسب، شريك حياته، ويكمل رحلته للابديه بسلام.